شباب أرجوكم جالسين، أرجوكم. الصوت يا محمد العبيان. طبعاً أقولها مرة ثانية وأكدها، أنا واقف بين جبلين الآن، عبد الله الرزقي وعبد الله الكريعان. عبد الله، قربت من الخطر كم مرة ونجيت، وش تقول في هاللحظة؟ والله شاعت أخيرا. المايك يا عبد الله. سلمت. الخير فيما اختارها الله، وشاهدت الأقدار أني أجي في ذا المكان. إذا في تقصير في التقصير مني، على ما أعتقد ما في تقصير، أنا أشوف ما في تقصير، لكن كل شيء بيد الله. وإذا بفقد المطالق ذولا، ما بقى غير أنت يا الجرح الدفين، ما بقى غير أنت يا الجرح الدفين. كل ما شديت لك ضلع ارتخى، الحضيض الليلها أخوان وعوين، محزمها الأمال وقتها وانتخى. هذول اللي يكسبهم. أما مسألة الجمهور فأنا أعتذر منهم اعتذار شديد، إن استمريت يبشرون بالمزيد، وإن طلعت واجهتهم عن قرب وبيبشرون إن شاء الله بالعلم الطيب، ولهم خبين ظنهم فيني بإذن الله. هذا اللي عندي. عبد الله مرحبا. أول تجربة لك في البرايم، وتشاء الأقدار بعد إرادة الله سبحانه وتعالى أن تقف إلى نهاية، أو تقف معي حتى نهاية هذه الرحلة، وش تقول؟ وش الحمد لله على ما كتب الله، وحنا مثل ما دخلنا، كانك تسمعني استمر، حنا مثل ما دخلنا هنا بنطلع، سواء فايزين أو ماخذين أو رايحين، وحنا أول شيء حنا كسبنا العلم الطيب، حملنا رسالة طيبة وقدمنا الشيء إن شاء الله اللي جمعنا عند مسنا وعند الناس اللي ورانا، والمكتوب كلنا إن شاء الله راضين به. أنت سمعت؟ وهي ما هي والله قصة إنك بتطلع، لا هي طرت الأبيات كانت تسمح لي بغني. سلمت كل الوقت. ولي طويل العمر عبرتي ما هي بفارقة، ندم من ندم سلف الخلان يا فارقات خلانها، عبرتي فرقة رجال يضدون الخصيم، لقبالات سودا الليالي تجرر دانها. وهذه طال عمرك اللي حنا على ما قال عشرة الربع ضلع، والإدارة وانتو والشاشة والمتابعين، يعني هذا اللي بيفقده الشخص، عرفت؟ فالله يكتب اللي فيه خير. إن شاء الله نحن يعني وصلنا للمرحلة الطيبة، وأنا أعتقد أنها يعني سواء طلعنا أو بقينا إن شاء الله نحن ناجحين بإذن الواحد. الله يكتب لكم جميعا ما فيه الخير. وشاءت الأقدار أن تلقي السفينة بأحد ركابها. بكل حب نستودع الله سبحانه وتعالى البطل عبد الله الرزقي. تعالوا شباب.